الكريم. الكلمة ستكون ارتجالية، ماشي ارتجالية ولكن مقتضبة. أنا جيت سعيد بهذه المناسبة الغالية علينا، ذكرى عيد العرش المجيد، اللي كنتمناو فيها لصاحب الجلالة الصحة والعافية ودوام النصر والتأييد. المعرض اللي تنظم تحت الإشراف كما جاء على لسان السيد رئيس المجلس الجماعي بحضور السيدة الوزيرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام الذي توليه أولا السيدة الوزيرة للقطاع وخاصة بالعالم القروي، اللي خصنا نشجعوا مثل هذه المراكز هذه اللي كتحتضن واحد المجموعة ديال الفعاليات في القطاع اللي خصنا ندعموها ونشجعوها ونزيدوا بها القدام. أما المدينة فيتواجد بها من الصناع والصانعات ما يتواجد بها، ولكن الاهتمام منصب كذلك كما جاء في اللسان أو في الكلمة ديال سيدنا أن العالم القروي هو جدير بالاهتمام لأنه له مستقبل في التنمية المحلية وخلق مناصب الشغل. المعرض ديال أفودات بطبيعة الحال تنظم ولكن وقع ما وقع، ولكن الحمد لله استطاع بمجهود ديال جميع الاخوان والاخوات وعلى راسهم السيد رئيس المجلس الجماعي والسيد المدير العام لدار الصانع، وكذلك التتبع اليومي ديال السيده الوزيره اللي مجرد ما انتهى الحفل سولات في الصناع والصانعات وبلغناهم في اليوم نفسه الاهتمام ديالها والاسف ديالها لما وقع، هذا قدر من عند الله، ولكن الحمد لله المعرض هو ناجح بكل المعايير ديالها. هو دليل على انه كما جاء على لسان السيد الرئيس التواجد ديال جميع الحرف في المعرض وتواجد ديال المدن المغربيه من مراكش ومن تارودانت ومدن اخرى. يحق لنا ان نفتخر ونعتز بصناعتنا التقليديه من زرابي وفخار ونسيج بزيوي وكذلك حرف اخرى اللي كتجي على في المعارض من خلال الاروقه اللي كتشهدها الجمعيات اللي كنفتخروا بها ايضا ومن ضمنها الجمعيات ديال افوران. لن أطيل. الحمد لله استطعنا بمجهودات ديال الجميع، ما غنقولش مجهودات ديال المدير او رئيس الجامعه، المجهودات ديال الجميع وكاين اللي خدموا في الخفاء، واستطعنا الحمد لله ان ننجحوا ونجحنا الحمد لله رغم كيد الكائدين، استطعنا ان ننجح هذا المعرض وسننجح معارض اخرى ان شاء الله وموعدنا السنه القادمه وشكرا.